مدرستين موسيقية مختلفة، المدرسة الكلاسيكية، المدرسة الطربية الشعبوية، يعني اللي هسه الناس تسمعها. دائما اكو ناس يقول لك الكلاسيكي الى ناسه، والشعبي والاغاني اللي هي هذه اللي نسمعها اللي على اليوتيوب الها ناسها. تتفق وياي انه ما نقدر نسوي دمج بين هذول المدرستين؟ يعني مساله الدمج هي يعني تصير مرتبطه بالفنان نفسه، يعني اذا هو كان متقبل هذا الدمج، اذا حاب مثلا المطرب الشعبي اذا حاب انه يقفز الى مرحله اخرى. يعني مثلا اتذكر يعني كان هناك محاوله من حاتم العراقي، مطربنا العراقي الجميل، مع الدكتور فتح الله احمد، وقدموا البوم كامل. يعني من حاتم العراقي كان في وقتها بداياته طالع للساحه العراقيه والعربيه، ومع فتح الله احمد، مع الدكتور فتح الله احمد الله يرحمه، عمل البوم من اهم الالبومات اللي عمل بها مزج في الموسيقى. فمو غلط، بس هو مرتبطه بالفنان نفسه اذا حاب انه يقفز الى مرحله اخرى في مسيرته الفنيه، والموسيقي نفسه اذا كان متقبل صوت الفنان الشعبي او ما متقبل. هذا يعني تعرفين دائما الموسيقيين يكونوا عايشين في برج مختلف تماما في موسيقاهم، ما يحبون مثلا ينزلون للشعب، هاي اكو الاغلبيه. بس الموسيقي هو هذا المأخوذ عنهم، المأخوذ عنهم حتى في مؤلفات طبقة معينة من الناس هي اللي تروح تشوف يعمل تسمع أوركسترا يعمل للنخبة. الموسيقي هو يعني هو كل هدفه ودراسته انه هو مقتنع بالنخبة، مو هدفه وطموحه يكون مثلا الجماهير والشعب اللي تسمعه. الموسيقي اللي متجاوز هاي المرحلة وهدفه هو الناس ومتعة الناس، لا بالعكس، اي مشروع جميل وناجح هو يتقبل.